اهلا بحضراتكم من جديد في الفقره الحواريه الثانيه من الاهلي الليله. الفقره الحواريه الاولى كانت يعني بنتكلم مع ناقد الرياضي والصحفي الكبير الاستاذ علاء عزت. هنروح دلوقتي الفقره هنتكلم فيها فنيا اكتر، هنتكلم فيها تكتيك اكتر، هنتكلم فيها على لقاء النهائي ما بين الجزائر والسنغال في مباراه مهمه جدا. يعني في مصر كنا نتمنى ان مصر تكون طرف في المباراه النهائيه، لكن منتخب مصر بيودع في دور 16. معايا مشرفني ومنورني الكابتن والمدرب القدير والمدرب المتميز الكابتن هشام زكريا. يا كابتن هشام برحب بحضرتك. انا برحب بيك يا عمر، مبسوط قوي اني معاك. ربنا يخلي حضرتك يا كابتن. برحب حضرتك. ايه كله تمام؟ كله زي الفل. منور يا كابتن. نورك يا حي الله يعزك. كابتن هشام، اكيد يعني حضرتك تمام بتابع بطوله افريقيا، يعني هو الحدث الاهم والحدث الاكبر. كان نفسنا ان مصر تكون موجوده في المباراه النهائيه، لكن مصر بتودع في دور 16. هتكلم معاك على مصر، اتكلم معاك على اجيريا عشان احنا نتكلم من الناحيه الفنيه شويه، لكن عايز اعرف راي حضرتك بشكل عام في البطوله الافريقيه تنظيميا وفنيا والمستوى اللي وصلنا ليه في 2019 من الناحيه الفنيه لمنتخبات افريقيا. عمر طبعا انت عارفني انا واضح شويه يعني. فدي مشكله عندي يعني، هي او مشكله الناس، بس هتكلم بالاول في الحاجه كويسه تنظيميا. محمد فضل رائع، شابوه بجد يعني. عمل حاجه 90% من الناس لو ما قلتش 99.9 كانوا متوقعين ان تنظيميا الموضوع كان هيبقى بعيد قوي، لان الفتره كانت قصيره قوي. ده طبعا يا كابتن بمساعده الدوله المصريه ان هي مسخره كل الامكانيات اللي هو بيطلبها او اللجنه المنظمه بس بتطلبها. الترتيب احنا كان بينقصنا دايما كل ده. بص مصر كلها بتتكلم في حاجه سيستم، هو اصلا مش فاهم يعني ايه سيستم، عشان يحط سيستم عشان يشتغل عليه. هو الراجل من اول يوم حط ترتيب كويس قدر يطلع بالشكل الكويس. فاهم؟ ممكن النهارده لسه فرق كتير جدا وناس كتير جدا معاها فلوس ومعاها ماديات مش عارفه حتى تطلع دوري ممتاز. صح. لان هو ما عندوش العقليه اللي تقدر تدير الكلام ده كله. فطبعا انا بشكره جدا. ده الحاجه الثانيه انا مش بقولها من النهارده. انا كنت في صدى البلد مع هاني حتهوت، زميل هاني حتهوت، فسالني فاستغرب، قلت له احنا هنطلع من دور 16، طولنا هنطلع دور الثمانيه، الكلام ده مسجل. قلت له اقل ناس استعدت للبطوله. واحنا عارفين البطوله وبعدين متفائلين زياده واحنا ما اشتغلناش يا عمر. يعني انت النهارده عشان خاطر تقول النهارده مثلا انا عايز اوصل مثلا ايه؟ هجيب النهارده التارجت بتاعي امتياز جيد جدا. طب انت ساعدت للكلام ده؟ صح. اشتغلت للكلام ده كله؟ انت ما اشتغلتش خالص خالص خالص. راجل ضعيف. راجل اختياراته كلها كانت سيئه. واتهموا دخلوا في اتهامات كبيره جدا، هم نفسهم اتهموا بعض، مع ان كان اكتر اتحاد كوره وعمر انا كنت متفائل بيه، لان في قامات كبيره جدا في الكوره. قدها كده اداريا وفنيا. اذا كان فنيا يعني كابتن شعبان شوبير، كابتن مجدي عبد الغني، كابتن حازم امام، اداريا سيف زاهر، احمد مجاهد حفظ مع حفظ الالقاب، فوقيهم هنا بوريده، دكتور كرم كردي. فكنت مش عارف، بس مش انا مش فاكر. طبعا. فبص كل واحد في المجال بتاعه، لكن تفاجئ ان في مشاكل كتير جدا 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 وكانت موجوده. هل النهارده اللي احنا بنتكلم فيه ده هل هم ما كانش حاسين؟ ما كانش عارفين؟ يعني احنا النهارده بنتكلم كاعلام، كفنيين، كناس بره اطار الكوره، جوه اطار الكوره، كل الناس كانت بتقول الكلام ده. ناس حاطه بس في حته رضا بعال، رضا بعال هو اللي قال. لا، ناس كتير جدا جدا. الناس بس اللي هي كانت متفائله خير، ولكن البطوله على ارضنا نعمل زي 2006 وان شاء الله الدعم الجماهيري. الدعم الجماهيري يا جماعه انتوا بتتكلموا في جيل تريكا، بركات، عمرو زكي، عماد متعب، سامي الحضري، مش وائل جمعه، حسني عبد ربه، احمد فتحي، جيل بركات. انت بتتكلم في جيل مختلف. متعب، عمرو زكي. ما انا بقول لك بتتكلم في ناس مختلفين، ناس مختلفين تماما. انت الجيل بتاعك النهارده ما عندكش فيرود. ما عندكش فيرود تلعب بيه رقم 9. ما عندكش بلاي ميكر يلعب 10 يساعد، ما عندكش اطراف. انا مختلف جدا 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 في ناس. ناس كانت بتقول حتى مثلا ايه صلاح هيعمل ايه؟ انت النهارده اختياراتك اخترت على انهي اساس؟ انت النهارده سايب السوليه واخد علي غزال. ما معكش باك ليفت وسايب عبد الله جمعه. والناس كلها كلمك، فين النهارده الناس اللي كانت بتحاسب الراجل ده وبتقول له؟ معنى ان انت ما كنتش بتكلمه معنى ان الراجل ده كان مسيطر، والناس كلها حطاها في حته واحده بس في وكيل، والوكيل بتاع اجيري، وكان الوكيل بتاع اجيري هو اللي مسيطر عليه ومش عارف ايه. طب انت كنت بتتكلم ليه؟ ليه بتتكلم دلوقتي؟ ليه جاي بعد ما المصيبه حصلت وطلعنا من دور 16 بالشكل السيء ده باداء باهت في مجموعه باهته؟ الثلاث فرق اللي صعدوا منها خرجوا من دور 16. كان الناس يقول لك دي سبر واوغندا ومش عارف. هو دي سبر عمل كده عشان مجموعه ضعيفه. مصر واوغندا يعني الكونغو فنيا مش مدير فني كويس.
مش هقول ما اقدرش احكم عليه، احكم عليه من حاجه كويسه، او يمكن احكم عليه من النادي الاسماعيلي كان عامل حاجه كويسه. ما نقدرش نحكم ان هو عمل من منتخب ضعيف منتخب ليه شكل بعض الشيء، وان هو اوغندا توصل لا لا ما حصلش. ليه هو صعب؟ لا انا واقعي، مجموعه ضعيفه فيها الكونغو، فيها اوغندا، فيها زيمبابوي، فيها مصر. احنا عشان كده لو تلاحظ المجموعه كلها صعب تلعب في دور 16 تمام، ولا فرقه كملت، بعكس مجموعه قويه زي الجزائر والسنغال الاثنين بيلعبوا ثاني بالنهائي، فرق شاسع بالناس. طب ما رينارد خرج يا كابتن من دور 16، رينارد واحد من المدربين التقال قوي في افريقيا، واحد عنده 2 بطولات امم افريقيا قبل كده. لا وحاجه تانية، المرشح الاول للبطوله كان المغرب بعد الاداء الرائع اللي عملوه في كاس العالم. انا واحد من كنت حاطط المغرب رقم واحد. منتخب المغرب ليه علاقه بالمدير الفني المشاكل ولا هو دي المشاكل اللي تهدد اي حد؟ المشاكل اللي حصلت قبل البطوله هي دي اللي هدت منتخب المغرب. بس منتخب المغرب زي ما حضرتك قلت هو يعني اقنع الجميع في لقاءاته، 9 نقاط، بيأدي بشكل رائع جدا، عمل مباراه اكتر من ممتازه. لا هو خد 9 نقاط ولكن هو اقنع في مباراه واحده سحر العائق، لكن المباراتين اللي قبل كده كان سيء جدا وكلنا مقتنعين كان سيء جدا. تمام. ومن الواضح ان المشاكل كان مأثر عليه، بعكس منتخبات كتير زي نيجيريا، الجزائر، السنغال، في هدوء، في شغل، جبال بالمض شرس، مش شرس، اي حد بيخرج عن الاطار بره. واخر واحد اللي هو طرده قبل القائمه بيوم او بعد القائمه بيوم، مغير اسمه، راجل ملتزم، راجل عنده سياسه شغاله. فالنهارده المنتخبات اللي هي تعبت، المنتخبات اللي هي اجتهدت هي اللي وصلت، ما كانش فيه مجامله في البطوله. الفرقه الوحيده كانت ممكن تعمل كانت بنين، ولحد دور لحد دور الثمانيه المغرب، بعد كده دور الثمانيه وخرجت. ولكن نرجع لينا احنا، هل احنا كنا مقتنعين؟ مصر ما كانتش مقتنعه، اعلام مش مقتنع، فنيين مش مقتنعين، الدنيا كلها مش، اتحاد الكره نفسه في ناس طلعت قالت مش مقتنعين، الجهاز هاني رمزي طلع مشرح الراجل ومشرح المنتخب ومشرح الناس كلها، وده برضو ما ينفعش، ما كانش ينفع، ما ينفعش، لازم يكون دايما في غرف المغلقه بالظبط. حتى علي غزال يعني بالرغم من انه يعني طبعا اتكلم او تم انتقاده، لكن راجل بصراحه انا شايف انه عاقل جدا، بيتكلم بشكل محترم، قال احنا كنا لازم نتكلم في الغرف المغلقه، ما ينفعش الكلام ده يطلع على الملأ او يطلع للاعلام. وده كابتن امر كبير جدا. بص يا عمر، اماجي النهارده في حاجه اسمها برضو في ظلم، في ناس كانت تستحق المكانه دي طبعا. انت النهارده بتقع على ارضك، بطولة محتاجة ناس تقال. ما جيش النهارده، مع احترامي لعلي، علي شخص محترم، بس هو بتكلم على ان هو رده على التصريحات اللي خرجت. انا بتكلم بغض على التصريحات. طبعا لا ما كانش ينفع تتقال. لا طبعا انت لا لا صح. تمام. مليون في المية. بالذات ان انت النهارده كنت واحد من المنظومة دي. فانت النهارده طالع بتتكلم في فنيات واختيارات والكلام ده كله، امال انت كنت فين؟ كان ارحم لك قدمت استقالتك ومشيت. لو انت بقى عايز تاخد موقف برضه، ناس في اتحاد الكورة قالت لا احنا ما كناش موافقين، كنت قدمت استقالتك ومشيت، وقلت الناس كلها ان انا مش موافق على الاختيارات دي. الا بقى في حاجه يعني نقطه انا وصلت لها برضو وما اتفكر شويه، انتوا كلكم بتقولوا الوكيل ده هو اللي كان مسيطر على المنتخب، مسيطر على جيري، وهو كان بيقول له ضمه ده، وليه 12 لعيب جوه المنتخب؟ طب انتوا كنتوا ساكتين ليه؟ ما خدتوش قرار؟ فين اللجنه الفنيه اللي بتحاسب الناس دي؟ ولا انت مش معايا يا عمر؟ لجنه فنيه يا كابتن. يبقى اذا في حاجه بقى، يبقى اذا الوكيل ده كمان انتوا مش عارفين تتكلموا معاه، لان هو داس عليكم، في حاجه غلط. يبقى الاتهام مش ما يوصلش الاجري بس. والله كابتن انا مقتنع ان المدير الفني للمنتخب لازم يكون شخصيه قويه قبل ما طبعًا يكون فنيا قوي. طبعا بص كابتن جوهر، هتقدر يا كابتن ان هو يكسب؟ هفكرك بحاجه بسيطه، هفكرك بحاجه بسيطه. اتفضل. كابتن جوهر رحمه الله عليه مسك مدير فني منتخب للاتحاد الكوره، عمل 1 2 3 4 منهم البطوله اللي احنا اللي شغالين فيها من ساعه ما بقت اللي هي 23 سنه اللي هي 97 لحد السنه اللي فاتت، ما كان عايز يعمل سكن زي سكن تيم بره ريزيرف بالظبط. ليه؟ عشان يبقى عندك مجموعه تقدر تكمل. النادي الاهلي عنده بطوله افريقيا، الزمالك عنده بطوله افريقيا، فمكمل فبيتعب، فبقى عنده ناس تطلع وناس تنزل، كله هجمه. والنهارده قالك النهارده بصراحه جدا لما قال له لا مش هيمشي بالسياسه والتخطيط اللي انا حاطه، شكرا سلام عليكم احترم مصر. مش سالته مش احنا بنعمل ايه في اتحاد الكوره؟ مع ان انا كنت متفائل جدا بهاني ابو ريده، يعني انا اداريا انا متخيل هاني ابو ريده حاجه، كنت متفائل بيه جدا جدا جدا. وقول الراجل ده هيوصلنا في حته تانية. واول ما وصلنا كاس عالم، اتاري احنا وصلنا حتى كاس العالم كان بهتان. كان بهتان بهوت، حتى قدامنا في كاس العالم ما كانش مقنع. لكن كابتن هشام انا عايز انتهز وجود حضرتك معايا، وحضرتك راجل مدير فني متميز وراجل دربت جوه مصر وبره مصر، كان ليك تجربه في بلجيكا سواء في تيرن اوت او في ليس،
كابتن هشام، بطولة 2019 أمم أفريقيا، حضرتك تابعت على مدار حياتك بطولات أمم أفريقية قبل كده، لكن هل المستوى اللي وصل ده أو الكرة الأفريقية اللي اتطورت، هل هو تطور بسبب القيادة الفنية ولا بسبب نضج اللعيبة واحتراف اللعيبة في أفريقيا أو اللعيبة الأفريقية في كل أندية أوروبا؟ عشان ده سؤال مهم جدا، علشان احنا مش عارفين التطور ده وصل لفين أو إيه السبب. لا هي اكيد اكيد الاثنين، مش اقدر، تطور الاداره الفنيه زائد كمان تطور اللاعبين. اللاعب النهارده انا عمال ابص للجزائر، ايه الروح العظيمه دي؟ تمام، ايه القتال ده وايه حب البلد ده وايه الروح؟ شفتها في ماتش تصفيات كاس عالم لما كسبونا في السودان، ولما راحوا عملوا بطوله رائعه في كاس العالم، مع ان بعدها حصل دروب، ولكن بعدها حصل دروب. بس بص للنظام يا عمر، صح، ابراهيم بيلعب في بورتو بالاحتياطي بتاع بلايلي اللي بيلعب في الترجي، بس في نظام، كل بيدور على هدف واحد، مفيش حد بيتكلم، مفيش حد بيعمل شاشره، انا لعبت او ما لعبتش. النهارده بيدور جمال بالماض على مين اللي جاهز في الوقت ده اللي يقدر يشيل علم البلد ويطلع، مش الاسم. وهرجع تاني لمنتخب مصر، هل النني على مدار 3 سنين يا عمر وانت قبل كده كنت محترف، ايه الدقايق بتاعت النني؟ هم بيحسبوها ماتشات، يعني مثلا لو نزلت لاعب 17 ماتش، مش بيحسبوها ماتشات، بيحسبوها ان هو موجود في ارسنال. يعني لا انا باجي لك، لا انا حسبه ثانيه مش قصدي كده. لما تيجي الناس اللي بتحسب اختياره ولا لا، هاجي لك في حته ثانيه، انا مش قصدي كده. يقول لك لعب 17 ماتش. يا جماعه لا، انا قصدي بدا كام ماتش، كان اساسي كام ماتش، هو 7 ماتشات وخلال ال 10 ماتشات دول لعب 3 دقايق. ماشي. فالنهارده انا بدور، لما اكون واحد النهارده جنب طارق حامد، ادور على دونجا، ادور على عمرو السوليه. ما لقيش دونجا بره، ولاقي عمرو السوليه بره السكور، بره المنتخب خالص. بغض النظر مش عايز اخد في اسماء، وانت النهارده واخد ناس اصلا ما كانتش بتلعب في دوري وحش وما كانتش بتلعب، فانت النهارده حسبتك ايه؟ انت النهارده تطوراتك ايه؟ فتلاقي النهارده هاني هو بيتكلم، ده انا قلت الكلام ده كله، ده انت قلت حاجات تهد، يعني احنا كده ما كانش معانا منتخب نخش بيه. لكن النهارده الراجل لما اختار، والمنتخبات لما تيجي تختار، لا بتختار ازاي على اسس انا النهارده جاي امثل البلد، هنا مش بمثل نفسي بس، انا بمثل بلد. البطوله فيها شقين، الشق الاولاني انا كنت برفض جدا البطوله تتلعب في شهر 6 وشهر 7 عشان الحر والرطوبه، بس كابتن وكان نفسي تتلعب في شهر 1 او شهر 2 او شهر 3. بس شهر 1 يا كابتن عندك مشاكل، كان معظم لاعبي، وده اللي كان ممكن يخلي البطوله ضعيفه بعض الشيء، ان اللعيبه مرتبطه بدوريات انجليزيه ايطاليه اسبانيه المانيه، فما ينفعش ان هم يسيبوا انديتهم في وسط الموسم. ما هو ده اللي كنت انا عايز برضه اكمله لك. انت بس خدت كلمه، ان هما لقوا ان الموضوع الناس في الدوريات، فصعب جدا يسيبوا دورياتهم. لان تشامبيونز ليج اخر حاجه بيحسبوها، اخر بطوله بيلعبوها اول سته على طول او اخر خمسه، فما ينفعش، فلازم نلعب بعد كده. كان طبعا مصر ده برضه انا شايف ان هما كان اختيار عشان خاطر الدوله الوحيده اللي تقدر تطلعهم من المشكله في 4 شهور. ولكن انا رايي الشخصي البطوله دي لما بتحمل في طقس قاري بارد شويه الامور هتبقى احسن. انا شايف اللعبه كلها في تاثير. البلد الوحيده اللي يكون عندها الجو برد في شهر 6 جنوب افريقيا. جنوب افريقيا بالظبط. شوف انا بقول لك ليه هم عكسنا، هم الجو تعب الناس، في لعبه كتير قوي رطوبه تعبها. انت في ماتشات كانت الساعه 4:30، انا عارف انت كنت حل، بس غيرت الماتشات 4:30 دي يا كابتن، كل اشواطها الاولى كانت تعادل سلبي ما عدا ماتش واحد بس بتاع اوغندا والكونغو. تخيل حضرتك بسبب الحر وبسبب الرطوبه وبسبب عمر اسال كل اللعيبه المحترفه اللي بتلعب في البطوله دي، يقول لك احنا تعبنا جدا 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 من الرطوبه ومن درجه الحراره. ده هل ما اثرش على المستوى؟ اثر على المستوى. هل هي الدوره او البطوله بس كل بلد الاعلى المستوى؟ بس خلاص مش تعوضي. هم يعني الكاميرون، غينيا، غانا، الناس اللي عندك دي يا عمر كلهم مولودين في المانيا وفي انجلترا، مولودين هنا، مش عايشين العيشه اللي احنا عايشينها. تجرب انت بتلعب بطوله افريقيا بحاجه. طب هل هيكون ازمه الدوره اللي جايه في الكاميرون؟ الحر والحراره والرطوبه، لو في نفس الوضع والكلام ده كله هتبقى كارثه، لان 90% من اللعيبه اشتكوا من القصه دي. هل هي البطوله الاعلى مستوى فنيا؟ انا شايف لا، مش الاعلى مستوى فنيا. في يعني مثلا لما اقول 2008 و2010 كانت اعلى بكتير، منتخبات كانت اعلى بكتير، مش مصر بس، اللي احنا خدناه. انا بالنسبه لي 2008 افتكر عالي جدا. افتكر سهل عاج، افتكر الكاميرون، افتكر منتخب الجزائر، افتكر لا كانت حاجه عظيمه. فنيا احلى بكتير، ولكن هنا القصه على قد ما كانت، بس اول مره الكره تبقى عدل، يعني فيها عدل. دايما انت عارف الحظ ساعات بيلعب، يعني انت بتشتغل بس التوفيق بتستنى عنصر التوفيق. المره دي العدل 90% من اللي صعدوا دور الثمانيه يستحقوا، واستحقوا اللي هم الثمان فرق هم اللي يستحقوا.
اللي اجتهدوا واللي عرفوا واللي وصلوا النهائي السنغال جزائر قبل النهائي تونس نيجيريا يستحقوا. كان برضه مفاجاه بالنسبه للكاميرون يعني كاميرون حتى مع نيجيريا كنت ان حامل لقب. انا كنت شايف ان منتخب الكاميرون ما عندوش الامكانيات الفنيه اللي تقدر تاهله ان هو يصعد. وكمان انا شايف ان القاده الفنيه لمنتخب الكاميرون رياضه مبالغ فيها من وجهه نظري. يعني 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 حضرتك عارف جايب اسمين كبار قوي 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 كوليفيرت وسيدورف كلاعب كره قدم. خلي بالك سيدورف اشتغل مع ريال مدريد اشتغل برضه مع منتخب تاني او اشتغل في هولندا مع حد. لكن هل حضرتك شايف انه يصلح لتدريب منتخب ممكن يكون بيبني نفسه؟ لا هو المشكله اللي حصلت قبلها بيوم قلت لا المنتخب بعيد زي المغرب بالظبط. يعني مشكله حمد الله عملت تاثير اعلامي كبير جدا. مشكله الكاميرون انت جاي تتكلم في مستحقاتك قبلها بيوم كابتن دول على طول واجلوا السفر. لا ده اجلوا السفر ليوم الماتش اللي هم هيلعبوا فيه. انت بتتكلم باسم بلدك ودول اللعيبه دول اللعيبه اللي جايه تشيل اسم بلد بتتكلم النهارده في مكافاه او حقهم واكيد. بس انت بتتكلم النهارده في حاجه زي كده قبل ما تسافر بيوم. وبعدين اللي ضايقني اكتر المسانده الفنيه. خلي بالك في مشكله دلوقتي برضه دايما المدرب على مكسب اللعيب يقول لك لا انا اكسب اللعيب طز في النادي طز في الاداره طز في البتاع. فكانت مسانده غريبه جدا زي المدرب دلوقتي بيعمل عمر. بص النهارده مدرب لك ادارتي والكلام ده كله لا اقول له لا. انا بقول لاي مدرب انت قاضي بتحكم في حق النادي وحق اللعيب. لا تيجي على حق اللعيب ولا تيجي على حق النادي. فاهمني يا عمر؟ فاهم المعادله؟ طبعا انت مدرب طبعاً. في النص بتاخد النهارده بتحاول تجيب حق اللعيب وفي نفس الوقت ما تجرش على النادي وفي نفس الوقت تاخد حق اللعيب من النادي وما تجرش على النادي. لا انا اهم حاجه اللعيب يبقى في حضني واهم حاجه اللعيب مش عارف ايه واهم مش عارف ايه عشان خاطر لما يمشي يمشوا معايا عارف. احنا متربيين تربية غلط. تربيين في القصة دي مش قصة ازاي النهاردة اعمل مبادئ واعمل النهاردة هيكلت ان انا احب التيشيرت بتاعي واحب النادي بتاعي والكلام ده كله. بس كابتن انا شايف وجهة نظري ان لعيبة الكاميرون دي مش اول مرة تعمل كده. في 2017 في بطولة الجابون تخلف عنهم 7 لعيبة بسبب المستحقات وبسبب ان هم شايفين وجودهم مع الاندية الاوروبية اللي بتدفع لهم مرتباتهم بالنسبة لهم افضل من وجودهم في المنتخب. أيوة عشان كده المنتخب لما فاز بالبطولة كله قال ان المنتخب الكاميرون باي حد بيكسب. انا اتصدمت حاجه ثانيه كابتن الانتماء اللي موجود عند لعيبه افريقيا بما ان حضرتك قلت مولودين في المانيا وفرنسا وهولندا بالزبط. ما عندهمش انتماء لمنتخب بلدهم. تمام. مش غيورين على منتخب بلدهم. انا معاك. عشان كده لعيبه منتخب مصر او اللعيبه العربيه بشكل عام لعيبه مصر وتونس والجزائر والمغرب عندهم شويه انتماء عشان عارفين يعني ايه حب وطن عارفين يعني ايه تضحيه لبلدهم. طب انت عارف ان الجزائر والمغرب كانوا بيتهاجموا في فتره من الفترات بالقصه دي؟ تمام. بس الموضوع ظبط دلوقتي خالص صح. ما هو دي مفاجاتي بالنسبه بالنسبه لمنتخب الجزائر لان القصه كانت الاول افتكر كده اللي هو لا 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 نفسي وما خافش على رجلي ومش عارف ايه والكلام ده كله لا ولا لازم ارجع النادي بتاع سليم والنادي اهم. لا دلوقتي فيه انتماء غير عادي ودي حاجه انا سعيد بيها جدا الانتماء للبلد يا عمر. فاتمنى يا رب ان احنا نرجع. لكن انا مش مصدوم باللي حصل. اللي حصل ده طبيعي جدا لمنتخب مصر. وقلت انت اختياراتك كانت صعبه اختياراتك استعدادك كانت وحشه اختياراتك كانت وحشه ما فكرتش مين الاصلح. انا شايف ان اجيدي كان بيدور على حاجه واحده بس انا جاي موظف اخد قرشين هاخدهم وهمشي بدون اي مشاكل. بطوله امم افريقيا يا كابتن مصر نظمتها هل لو كانت في بطوله ثانيه واجيري كان اخفق كان ممكن يتم اقالته ولا تنظيم مصر لامم افريقيا كانت كارثه بالنسبه لاجيري وكشفت كل الامور الفنيه الغلط اللي هو ماشي فيها؟ انا شايف دي حاجه ودي حاجه عمر. يعني انت كنت نظرت كابتن في الكاميرون وكان اخطا نفس الاخطاء دي كان ممكن يتاخد معاه اكشن زي كان لازم. حضرتك شايف كده كان لازم طبعا اصل هي واحد بل بالعكس انت معاك هنا الدعم الجماهيري مع ان قلت يا رب ربنا يستر ان احنا انت عارف بطولاتنا كلها من غير جمهور وده ممكن يعمل لود قوي على الولاد على اللعيبه اللي معاك باستثناء 2-3 اللي هم محترفين بره. بالعكس لقيت الامور ما فيهاش مشاكل شايف الدعم رائع من الجماهير الناس راحت شجعت ما فيش زوم ما فيش اي حاجه. حتى لما حصل مشكلتين لا الناس كانت جميله قوي. يمكن كان ينقصنا كمان يكون موجود المدرج بتاع المشجعين بقى مدرج الناس اللي بتدي الحماس بتدي اللي هم ما بيدوروش على اللي هو 90 دقيقه تشجيع دي كان ناقصنا. انا قلت والحمد لله ما كانش عامل سلبي كان عامل ايجابي ولكن انا شايف ان احنا ضيعنا مننا بطوله كانت ممكن تفرحنا كانت ممكن تفرح شعب محتاج يفرح. استعداد صفر اختيارات 50% صفر العلاقه بين الجهاز من الواضح الامور الفنيه جوه الملعب لا 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 مفيش اصلا لا 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 كان سيء جدا. الراجل ما كانش حتى بيحاول يغير من طريقته
يعني حتى تغيير الطريقه دي حتى في ماتش اللي خسرنا فيه 1-0 اخر ماتش من جنوب افريقيا لما طلع النني نزل دونجا متهيألي نزل دونجا عارف تغيير مكان بمكان اكاديمي بشكل غبي جدا وواضح ان هو ما فيش حد بيتكلم معاه او بيقول له هل انا هغير هلعب 4-2-3-1 طب انت ما هتغير 4 ما تلعب 4-3-3 وخلي الامور بتاعتك طب هقول لك على حاجه ما تستنى ما خلاص انت فاضل كام 4 دقايق كان فاضل 4 دقايق وغير تغييراتك في لا هو الراجل تطوره ضعيف وقالها وحاول يلهم الناس او الله اعلم الاعلام اللي حوالين المنتخب حاول يلهم الناس ان هيغير الطريقه او غير انا كده برجع لحاجه ان احنا كنا كلنا غلطانين ان كوبر كان صح يا عمر صح كوبر هي دي القماشه اللي كانت معاه ما كانش يفتح في اي مجال انه يفتح الملعب ما كانش بيحاول هو كان بيلعب على حاجه واحده بس كونتر اتاك واحد سريع اتلعبت لصلاح وخلص ما فيش مشكله خالص ساعتها كمان كان في عبد الله سعيد بيعرف يوصل انت كمان من مصيبتك البطوله دي عبد الله سعيد من اسوا بطوله ليه على مستوى تاريخه وما عندكش البديل اللي يكون مكانه يقدر في مركز 10 يقدر يعوضه لو فالراجل لوحده وبالتالي كان وحش او سيء الحظ وبالتالي ما عندكش حد يقدر يعوض لان كل اللي في مكانه كانوا بره القايمه لا كانت الامور اختياراته كانت صعبه جدا ومتهيألي هو اللي عمل في نفسه كده وكان اصلا انا بقول لك الراجل كان جاي يتفسح ويمشي طيب يا كابتن احنا كلنا بنقول على اجري وكلنا بنهاجم اجري دلوقتي لكن هل حضرتك شايف بما ان احنا جبنا سيره شويه تصريحات من كلام الكابتن هاني رمزي واتكلمنا فيها هل حضرتك شايف ان فعلا المشاركه في عدد بطولات كتيره اجهاد لاعبي الاهلي والزمالك وان الاهلي والزمالك بيكملوا او مكملين بطوله الدوري ومفيش وقت ان المعسكر او المنتخب يعمل معسكر طويل ان اللعيبه مجهده ان لعيبه الزمالك خرجت من بطوله افريقيا وهي تعبانه تماما هل يا كابتن مش كل الامور دي تنظيميا الخاصه باتحاد المصري لكره القدم ممكن نقول ان هي من الاسباب اللي ادت الى هذه الكارثه ولا الاسباب كلها فنيه فقط لا غير عشان دي برضو امر الناس كلها بتهاجم اجري 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 طيب انا ما هاجمتش اجري لا 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 كابتن انا بتكلم على ايه انا بتكلم على احنا شايفين الامر فني في واحد في اجري عشان هو المدير الفني طيب هل العوامل الخارجيه الاداريه اللي حضرتك قلت عليها الاداريه اللي هي الاشتراك في اكتر من بطوله في نفس الوقت اهلي وزمالك بيلعبوا بطوله الدوري حضرتك قلت بطوله مش قويه الموسم ده وممكن يكون فيها بعض المشاكل وبعض الازمات طيب كان يعني كان ايه اللي كان ممكن يحصل او اتحاد كره القدم كان ازاي يخرج من المازق ده علشان خاطر يوفر كل السبل المتاحه للمدير الفني علشان يعرف لما يجي يحاسبه يقول انا وفرت لك كل الامكانيات والمناخ طيب مش احنا قلنا في الاول احنا كلنا مش قادرين نتكلم صح ليه لان كلنا راسنا في الارض لا مش قادرين نتكلم الراجل طلع واتكلم وقال ما حدش قادر يتكلم وقالوا مش عارف معاه 12 لعيب طب انت كنت فين يبقى اللعيب عندك انت كنت شايف كل حاجه والراجل كان مبسوط انا كنت ما حملتش مدير الفني الواحد بالظبط الراجل مبسوط انا بتكلم في اختيارات تمام طبعا دي في اختيارات اللي هو الهيكله اللي هشتغل بيها بطوله عندي بطوله مهمه شعب كله مستنيها صح لكن انت النهارده بتقول حاضر ونعم انت ما انا قلت لك برضه هو ضعيف هو النهارده عايز هو ضعيف محدش هو النهارده النهارده بيقول له لا اصل البطوله هنأخرها شويه عشان خاطر هنلعب ماتشين ايه وبعدين احنا بنقنع ليه احنا عمالين نقنع الناس ان احنا عندنا دوري قوي برضه الناس سالت مين ده قلت الكلام ده كله انهي دوري قوي اللي ملوش سيستم ملوش اداره ملوش ترتيب وملوش ملوش وقت اتلعب فيه انهي دوري قوي دوري قوي احنا بنتكلم في اهلي وزمالك وبيراميدز عشان خاطر القرشين اللي صرفوه فين الدوري القوي و10 و12 فرقه بتنافس تحت عشان الدرجه عشان النزول انهي دوري قوي دوري قوي ده لما يكون في التزام في نظام مشكلتك ان انت محتاج اداره قويه تقول يمين شمال شمال هيتلعب يعني هتلعب ومش هتلعب مش هتلعب والسيستم ده محطوط لكن احنا في الاول برضو انا فاكر كويس اول السيزون احنا وافقنا على ده احنا كانديه عارفين ان في طب احنا ما اعترضناش من الاول ليه جينا ليه في النص وقلنا بقى المشاكل هنا والمشاكل هنا والمشاكل هنا لكن انت الاول النهارده لو انت قوي انت بتغير في يوم وليله بتغير 20 قرار يا عمر بتغير 20 قرار في ماتش هتلعب النهارده لا هتلعب بكره لا هتلعب امبارح لا هتلعب بتغيره ليه لكن انت النهارده انت عارف من الاول ان في بطوله عربيه وفي بطوله افريقيه وفي امال الدوري الانجليزي الناس اللي بتلعب فيه توتال هتقول لي طبعا فرق الدوري البلجيكي وانت كنت موجود معانا هناك كابتن اي دوري كان اي دوري في العالم يا كابتن بيتلعب علشان في اسس وفي نظام كله بيوافق انت النهارده محتاج بقى ايه محتاج اتحاد كوره قوي وانا عشان بقول لك انا مصدوم لان انا كنت متخيل هاني بوريدا على راس الهرم
في ناس لعيبه كوره كبار جوه، في اداريين كوره. قلت بقى ايه يا جماعه، انا شفت النهارده تسجيلات مسربه، لا غير الماتش ده، اعمل لي الماتش ده، سوي لي الماتش ده، مش عارف ايه، مش هلعب عليا، مش عارف ايه، مش هلعب، انت مش هتلعب. لا مين بقى اللي بيدير؟ هل الانديه اذا كان النهارده الانديه اقوى من الاتحاد يا عمر، يبقى انت عندك حاجه هناك. لا انت عندك وعين عايز تثبت للناس ان انت الدوري بتاعك قوي وشراسه. وشراسه ايه؟ كان زمانك ده انت مش عارف مش عارف تحط 20,000 متفرج في ماتش بين اهلي وزمالك. القصه كلها محتاج اتحاد كوره قوي هو اللي يدير، مش الانديه اللي تدير. ورايي الشخصي تبقى لجنه انديه هي اللي تدير الدوري بره اتحاد الكوره خالص. الناس المحترمين اتكلم عليها النقطه دي، النقطه أيوة دي مهمه جدا عشان خاطر ما بقاش فيها ايه، يبقى في ريبه جوايا يا عمر، جوايا جواك. لا اصل ده اهلاوي، اصل ده زملكاوي، اصل ده ترسناوي، لا لا لا، دول اللجنه دي بتدير بره اتحاد الكوره وباجر، واتحاد الكوره يجي باجر. انا لسه بقى هتكلم مع حضرتك في النقطه دي، لكن مش بس اجاري هو اللي كان احد ضحايا بطوله امم افريقيا 2019، في مدربين ثانيه ضحايا بعد خروج منتخباتهم من البطوله. تعالوا نشوف تقرير ونرجع نكمل مع كابتن هشام زكريا، خليكم معنا. يسدل الستار غدا على بطولة كأس الأمم الإفريقية التي احتضنتها مصر بداية من 21 من يونيو، وذلك بعدما تبقى مباراة واحدة ستحدد الفائز بالبطولة، عندما يواجه المنتخب الجزائري نظيره السنغالي على ملعب استاد القاهرة. أقيمت بطولة كأس الأمم الإفريقية للمرة الأولى في الصيف وبمشاركة 24 منتخب، لتشهد على رقم قياسي في العديد من النواحي، من أبرزها عدد المباريات الذي بلغ 51 مباراة قبل المباراة النهائية. وودع 8 منتخبات بطولة كأس الأمم من الدور الأول هم زيمبابوي، بوروندي، كينيا، تنزانيا، ناميبيا، أنغولا، موريتانيا، غينيا بيساو، قبل أن يلحق بها 8 منتخبات أخرى في الدور التالي هي المغرب، مصر، أوغندا، الكونغو الديمقراطية، غانا، الكاميرون، غينيا، ومالي. أسفر الخروج المبكر لبعض المنتخبات عن العديد من الضحايا على صعيد الأجهزة الفنية للمنتخبات، حيث ودع 6 مدربين مناصبهم بشكل رسمي قبل انتهاء البطولة، سواء عن طريق الإقالات أو الاستقالات أو فسخ العقود بالتراضي. خفير أجيري كان المدير الفني للمنتخب الوطني خفير أجيري أول ضحايا بطولة كأس الأمم بعدما قرر اتحاد الكرة إقالته فور خروج الفراعنة من الدور الثمن النهائي على يد جنوب إفريقيا بعد الهزيمة أمام البافانا بافانا بهدف نظيف على استاد القاهرة يوم 6 من يوليو الماضي. المدرب الأكثر حصولاً على راتب بين جميع مدربي كأس الأمم بقيمة 108,000 يورو شهرياً لم يفشل فقط في تحقيق اللقب الثامن للمنتخب الوطني في تاريخ كأس الأمم الإفريقية، بل حقق أسوأ مشوار للفراعنة في نسخة من البطولة تقام بمصر. سباستيان دي سابر أعلن الاتحاد الأوغندي لكرة القدم رحيل المدرب الفرنسي دي سابر بعد فسخ التعاقد بينهما بالتراضي، وذلك على الرغم من النتائج الجيدة التي حققها منتخب الرافعات في البطولة. ساعات قليلة من الإعلان عن رحيل دي سابر كانت كفيلة لإعلان نادي بيراميدز عن تولي المدرب الفرنسي والمدير الفني الأسبق لنادي الإسماعيلي المهمة الفنية خلفا للمدرب الأرجنتيني رامون دياز. إيمانويل أمونيكي أعلن الاتحاد التنزاني لكرة القدم يوم 8 من يوليو الجاري إقالة إيمانويل أمونيكي من تدريب المنتخب الأول عقب توديع بطولة كأس الأمم من مرحلة المجموعات، وذلك عبر بيان رسمي أصدره الاتحاد التنزاني أكد فيه إنهاء تعاقده مع المدرب النيجيري متمنيا له التوفيق في المرحلة القادمة. وخسر المنتخب التنزاني مبارياته 3 في دور المجموعات. ريكاردو مانيتي قرر الاتحاد الناميبي إقالة ريكاردو مانيتي من منصب المدير الفني للمنتخب الأول الذي كان يتقاضى 5,000 يورو شهريا، وذلك بعد توديع البطولة من الدور الأول. هذا وخسر المنتخب الناميبي مباريات 3 في دور المجموعات على أثر هزيمة في الأوقات الأخيرة من مباراة المغرب بهدف نظيف وبالنتيجة ذاتها أمام جنوب إفريقيا، وبرباعية مقابل هدف أمام كوت ديفوار. بول بوت تعرض البلجيكي بول بوت للإقالة من تدريب المنتخب الأول بعد توديع البطولة من الدور الثمن النهائي على خلفية الهزيمة أمام الجزائر بثلاثية نظيفة.
اكتفى المنتخب الغيني في مبارياته الأولى بالتعادل أمام مدغشقر بهدفين لكل فريق، ثم الهزيمة أمام نيجيريا بهدف نظيف، ثم الفوز على بوروندي بهدفين من دون رد. كلارانس سيدورف. تقدم الهولندي سيدورف باستقالته من تدريب المنتخب الكاميروني بجانب مواطنه ومساعده في الجهاز الفني باتريك كلويفرت، وذلك بعد هجوم حاد من وزير الرياضة الكاميروني أكد خلاله أن سيدورف غير لائق لتولي مهمة المدير الفني. هذا وودع المنتخب الكاميروني البطولة من دور 16 على أثر الهزيمة أمام نيجيريا بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد الفوز في الجولة الأولى من دور المجموعات أمام غينيا بيساو بهدفين من دون رد، ثم التعادل أمام غانا سلبا، ثم التعادل بنفس النتيجة أمام بنين. اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مكملين مع كابتن هشام زكريا والحوار الشيق بالنسبه لبطوله امم افريقيا ومصر والكره المصريه هنعمل فيها ايه الفتره اللي جايه. كابتن هشام، قلنا قبل الفاصل قلنا رابطه محترفين خاصه بالدوري المصري الممتاز، وممتاز به تعمل رابطه ليها ودرجه الثالثه تعمل رابطه ليها. الاختيارات حال حضرتك شايف رابطه المحترفين او رابطه الدوري المصري الممتاز، هل ممكن بعض الشيء تنقذ الكرة المصرية تنقذ بطولتها الدوري من الشكل العشوائي اللي ماشية بيه؟ بما ان حضرتك فتحت وقلت ان لازم يكونوا بأجر ولازم الأعضاء يكونوا بأجر والرئيس بأجر، هل ده حضرتك شايف انه حل مناسب؟ عشان ما حدش يجيب علينا عمر ويفضل كل شوية ويقول لك ايه أصلا متطوع. بتضحك على مين؟ أمال بتجروا ليه على كل رئيس بعثة؟ عايزين نبقى واضحين، أنت جايب أجر عشان تجتهد، أنت بتعرق وبتتعب وبتدور عشان تعمل سيستم منظومه محترمه، اجر. ثانيا، افصل تماما الدرجات اللي تحت بالدوري الممتاز عن يعني هتسيبها شويه، خلي الدوري الممتاز والممتاز به مع بعض عشان كارثه الجمعيه العموميه وكارثه الانتخابات والتربطات. ما ينفعش النهارده انا اقارن النهارده اهلي زمالك فرق اسماعيلي سوري مش عايز اجيب اسئله عشان خاطر بس عشان خاطر ايه فرقه مركز الشباب امبارح كان معايا وقال نفس بالظبط. ما ينفعش. طب انا عليك شايف يا كابتن تبقى 50 نادي ولا انديه دوري ممتاز بس هم؟ لا 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 مش 50، هو دوري الممتاز ولو فتحناها شويه يبقى الممتاز به اكثر من اختيارات مجلس اتحاد الكوره. طب ما كده هتخش في 50 نادي، انت عليك ثلاث مجموعات في الممتاز به، كل مجموعه كام نادي؟ يبقى افصل. صح كده؟ مش انا كده بتكلم افصل عشان موضوع الترتيب. انا عايز النهارده الناس تدير، وفي عندنا قامات محترمه تقدر تدير. طب سؤال يا كابتن، هل لازم اللي يدير يبقى لاعب كره قدم؟ لا طبعا. ما دي برضو نقطه مهمه جدا. بص يا عمر، انت ليه دايما عايز توديني في حته؟ بس انا ماشي، انا هاجي معاك. خليك معايا بس ايه، خليك معايا بس بالراحه. بس بالراحه. بص يا عمر انا شفت كاس ده، انا كمدرب انا خارج الاهلي والزمالك فخارج الاهلي انت بنبطه السوداء يعني عارف انت مهما تعمل انت بره القصه دي، ما حدش يشوف. احنا القصه كلها النهارده، انا النهارده لعيب دولي، خلصت لعيب دولي وعلى عيننا وعلى راسنا، لازم تخلص تبقى في اتحاد الكوره، ما خلصتش تبقى مدرب، ما خلصتش تبقى مدرب تخش في اي لجنه وبعد كده محلل وبعد كده مش عارف، المهم في الاخر وفي الاول انت ميت وبعد كده بتتورثها يعني عماله توريث. انا لا، انت نفسك شفت. اصل انا بكلم ليه؟ لان عارف انت شفت الكلام ده بعيد تماما عن اللي احنا بنتكلم فيه. انت النهارده مش شرط تنجح، انت النهارده بعد ما تقدم نجاح وبتقدم حاجه واجبه كويسه، منتظر بقى انك تقول الناس حد يقول لك ايه برافو عملت حاجه كويسه، انت دي حتى ما تسمعهاش. لا لا لا، انت مين؟ انا اقسم بالله سمعتها بودني من ناس معانا هشام زكريا مين؟ انا في ناس كانت في استوديو معين كانت بتقطع فيها صالح واحد وهو اللي كان بيشكر في الاداء اول بس هتتغلب ماتش يقول لك لا 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 اصل مش عارف ايه عشان الترتيب. انت مش قادر تفهم، انت بكلمتك دي او بالظلم اللي انت الكلمه اللي بتقولها دي بتقفل كام بيت ليه؟ عشان خاطر واحد صاحبك مش محتاج ومش في الليله ولا يرقى ان هو يكون في المستوى الموضوع ده ولا اداريا ولا فنيا. لكن انت النهارده لا، ببساطه جدا العمليه اصحاب، انا بجيب اصحابي وده خد السؤال ده بقى ورث. خد بقى يا كابتن السؤال ده، خد قول اللي انت عايزه. فنيا هل لو تم تطبيق التدريب في الدوري المصري بالرخص هل ممكن يخلي الموضوع بروفيشنال اكتر ولا حتى الموضوع لو مش انهي رخص؟ انهي رخص عشان انا اوصل معاك للكلمه دي، انهي رخص؟ الرخص اللي هي بتتفرق دلوقتي ولا ايه؟ انهي رخص؟ هو ده اللي بقى انا بص يا كابتن، انا بتكلم على سي وبي واي. هل الدوري المصري ماشي ممكن نقول عمر انت عندك دلوقتي مدربين اكتر من سواقين ميكروباص؟
طيب بس في مدربين بيشتغلوا من غير رخص صح؟ في مدربين في الدوري المصري ما عندهمش الاي. حضرتك دلوقتي احنا دلوقتي في الدوري الانجليزي كويس، المدرب عشان يدرب لازم يكون معاه ايه اللي هي البرو برو اليويفا برو. طب معلش نروح فوق قوي كده يعني الدوري ماشي انا مش خلينا في الدوري طيب. البلجيكي اللي احنا شفناه. طيب الايه مش لازم عشان تدرب في الممتاز لازم يكون معاك ايه؟ اقول لك على حاجه اتفضل. انا كان اسمي بيتحط في بلجيكا وانت كنت عارف الكلام ده كله. مساعد مدرب مين اللي ما كانش معايا غير السي؟ تمام مساعد. ودي حاجه كابتن ودي حاجه مساعد مدرب يعني مش وانا اللي بدير لا تعيب فيك ابدا. لا بس انا بقول اهو كان حاطط مساعد مدرب وكان يجيبوا لي واحد معاه البرو يتحط من قطاع الناشئين ان هناك عندهم قطاع الناشئين حاجه ثانيه. طبعا كابتن بلجيكا وهولندا هم الاساتذه اعلى اجور هي اللي في قطاع الناشئين مش فوق. برافو عليك. احنا هنا بنجيب المبطل نخلص على العيال عشان خاطر النهارده ياخد على كل راس 5000 و10000 لا وممكن ياخد ملاليم عشان خاطر يعني اهو تعالى. لا 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 ما هو بيعوض النهارده عشان يتايد 5000 و10000 وانت عارف ان القصه دي طيب. بقت سهل. لو مشينا في الدوري المصري قلنا المدربين اللي درب في الدوري المصري لازم يكون معاها الايه ممكن انا بس حضرتك ممكن مش بقول لحضرتك بسالك انا بس حضرتك ماليش دعوه. لا لا الايه ممكن شويه الموضوع يبقى بروفيشنال شويه برضه اشك. لا طب ايه الحل علشان خاطر مستوى التدريب في مصر وفي الدوري المصري يتطور الى الاحسن ممكن نعمل ايه؟ يبقى ايه المعايير اختيار المدربين في مصر؟ هل لو طبقنا ان مفيش مدير فني يدرب فريقين في موسم واحد ممكن الموضوع يبقى ظريف شويه؟ ممكن الانديه ما تتسرعش في الاقالات؟ الانديه السبب. طيب انا متفق مع حضرتك ان الانديه السبب. طب مين اللي بيحط رولز؟ الانديه السبب. مين اللي بيحط القوانين يا كابتن هشام؟ القوانين برضو برجع تاني القوانين تحطها اتحاد الكوره. طيب مش ممكن لو اتحاد الكوره قنن الدنيا وظبط الدنيا ممكن الانديه يبقى ما عندهاش حلول ان هي ترضخ الى الـ 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 الى الـ القوانين واللوائح الموجوده قدامها؟ بقى لك كام سنه بتقول الكلام ده؟ ماشي انا بقول لحضرتك بقى يمكن هل هيتنفذ؟ هل هيحصل؟ هل ممكن النهارده اتحاد الكوره طب اتحاد الكوره النهارده قدم استقالته ودي حاجه جميله جدا. حلو. هل احنا متفائلين ان ممكن يجي اتحاد كوره يشتغل بجد ويشتغل باجر ويكون انا شايف لو باجر يا كابتن يشتغل ويكون منتخب من الانديه دوري ممتاز وفي لجنه بتدير الممتاز به وفي مش كل سنه يا عمر بقولك تاني مش كل سنه بقرار والقرار بيتغير بجمعيه عموميه والنهارده معلش للاسف جمعيه عموميه النهارده باكله كفته باخد الصوت باكله كفته يعني يا جماعه ما ينفعش الكلام ده ما ينفعش لازم بره الكلام ده كله كل اداره عشان كده النهارده اللعب في كل حاجه اللعب في صعود وهبوط اللعب في وجود بطوله احنا نفسنا ان يبقى عندنا النهارده بطوله جيده نستثمر منها ان الانديه بتصرف كتير محتاجه النهارده لما ياخد دوري النهارده مانشستر سيتي لما خد الدوري خد كام النهارده استون فيلا لما صعد خد كام عشان النهارده ما اصرفش من جيل الهبط بياخد كام ما برضه كابتن 180 مليون 180 مليون استرليني الانجليزي الوحيد اللي في العالم اللي فيه تساوي ما بين الانديه كلها طيب. وان اللي بيلعب ماتشات اكتر من الفرق الثانيه ممكن تزيد شويه حته الرعايه التلفزيونيه هل تقدر تعمل عندك الكلام ده لا طبعا ما اقدرش الانديه الكبيره هتعمل ايه صح تمام رفض بات ولكن النهارده ابدا ونظم هات رئيس اتحاد وهات اتحاد يقدر يدير يقدر يشتغل مش كل واحد النهارده بعد كل مشكله يقول لك انا ما كنتش موجود انا كانوا يرفعوا ايديهم وانا ما كنتش برفع كتير لك وعين ايه يعني هايلين في التحليل يعني النهارده هسألك سؤال بسيط جدا انا بقى اللي هسألك المره دي يعني يلا يا كابتن انا جاهز اجاوب لا اسألك بس على حسب السؤال مش النهارده احنا النهارده 90% منهم محللين ماشي صح ولا مش صح؟ تمام وقاعدين في الاستوديوهات تمام هل ما شافوش المشاكل دي كلها اللي بيتكلموا فيها دلوقتي؟ لا شاف وهم في اتحاد الكوره يعني هم بيسالوا بيردوا على نفسهم ما قالوش للراجل ليه الكلام ده؟ حتى لا اللجنه الفنيه حتى لا يتدخل حتى لا يتدخل احد مسؤولي اتحاد الكوره في السياسه والقياده الفنيه لمدرب منتخب مصر وانت عشان لما اجي احاسبه في الاخر مين اللي قال الكلام ده؟ ومين قال الكلام ده؟ انا بقول لك اللي انا بسمعه ومين ازاي واذا كان اللعيبه دي كلها هو الراجل واخدها غصب عنه عشان خاطر بيقولوا في وكيل ومش في وكيل والكلام اللي عمر اللي انتوا عارفينه بتقروه كل يوم في المواقع وفي الجرايد مين اللي قال الكلام ده؟ الكلام ده طبعا عاري مش صحيح طبعا عاري تماما انت النهارده واخد اللعيبه دي ازاي؟ واخد اللعيبه دي من وكيل انت اللي بتقول الكلام ده وما كنتش مش وافق ايه؟ انا قدم سالت وامشي احنا هنفضل لحد امتى عشان خاطر ارمي عليك التهمه اصل انا ماليش دعوه ماليش دعوه كنت قاعد بتعمل ايه حضرتك؟ كنت قاعد ليه؟ ومع ان المشكله كانت باينه من كاس العالم يعني من كاس العالم كان في مشكله باينه ونبدا نحلها ونبدا الكلام ده كله
دايما بنصبر يا كابتن هشام للاخر علشان خاطر اللي يحصل الكارثه وبعد كده نحل؟ لا عشان لا مش بنحل كمان، لا عشان الناس على طول تتكسر نفسها، عشان الناس على طول تزعل، عشان الناس تموت. وفي الاخر هقول لك على حاجه، والله العظيم ما حد حاسس بحاجه. صح، والله العظيم ما حد حاسس بحاجه. هو عايش في مستوى يتحرق الجهاز، مفيش مشكله. ان عارف اقول لك الناس الطيبه اللي زعلانه، الناس الغلابه، خلي بالك هو الظلم دعوه المظلوم. انا بشوف النهارده اللي حصل ده دعوه مظلوم. الناس مكمله عادي، ومفيش مشكله عادي، وحاجه شغالة عادي، وبيديروا البطوله عادي. مع ان يعني بيقول لك انا مالناش دعوه خلاص، احنا خرجنا بتاع الكره، بندير بقى ملف، بناخد ملف ثاني. اي شغلانه في اي نيله في اي كلام في اي رغي في اي حاجه، المهم في الاخر مش انا السبب. هو عارف من جواه ان هو سبب كارثه كبيره، ومش عارف، انا لحد دلوقتي مش عارف مين اللي هيقدر يحل. طيب تعالى يا كابتن نروح للفنيات مره ثانيه، تعالى نرجع ونتكلم على منتخب مصر، ونتكلم على بعض الافراد جوه منتخب مصر. هنتكلم على احد نجومنا محمد صلاح. محمد صلاح، حضرتك شفت ان هجوم شديد جدا من السوشيال ميديا على محمد صلاح بعد خروج منتخب مصر. البعض بيتهمه ان هو لا يبالي في خروج المنتخب بوجوده في مدينه الامارات، في بعض الصور وبعض الستوريز على الانستجرام، ولكن في اللي بيدافع وفي اللي بيهاجم. هل حضرتك شايف محمد صلاح هو فقط المسؤول عن خروج منتخب مصر، ولا محمد صلاح لاعب زي اي لاعب جوه المنتخب، والمسؤوليه بتتقسم على كل اللعيبه والجهاز الفني واتحاد كره القدم بشكل عام؟ هرجع لكلمه دكتور زويل. ماشي خلاص عرفتها. هرجع لكلمه دكتور زويل. عرفتها. دكتور عظيم وقال كلمه عظيمه جدا لما جه هنا يفتح الجامعه اللي هم اللي الدوله اديتها له، عشان خاطر بدل ما التطور اللي هو بيشتغل فيه يروح لدول ثانيه يفضل هنا. قال لك بره بيدوروا على الفاشل عشان ينجحوه، احنا بندور هنا زي ما قال. انا بس على الناجح عشان نفشله. الامل اللي احنا عايشين عليه يا عمر، مستنيين نهار. احنا يعني عايشين في الرياضه للقاتم. الامل اللي عايشين فيه ربنا سبحانه وتعالى نصحنا فيه، ان دايما عايشين على الامل، مستني النهار، ان يجي النهار واقدر ابص ارتاح. مش شرط تشتغل وتتعب وتجتهد عشان خاطر تبقى في حته او تعرف النهار تطور نفسك. لا، لازم يبقى ليك محسوبيه، ولازم يبقى ليك وكيل، ولازم ليك مش عارف ايه، ولازم تسرق، ولازم تمد ايدك، ولازم ولازم ولازم. المحترم ملوش عيش. المحترم ملوش عيش الا من راح الا من رحم ربي. اجي طب بالظبط، فاجي بقى الكابتن محمد صلاح. كابتن محمد صلاح ده رمز، وانا بقوله يعني هو من دور ولادي يعني، او مش عايز ممكن يكون اخويا صغير. ده رمز اللي عمله محمد صلاح، محدش هيعرف يعمله. مش محدش عمله، محدش هيعرف يعمله. وافكرك واقول لك ليه، لان احنا ما بنعرفش ننجح حد. محمد صلاح فلته، ما بنعرفش ننجح حد، ما بنعرفش نطور حد ونطلع من جوانا لعيب. نقول مثلا ايه، زي فاكر زمان مشروع لف ومشروع البطل القومي ومشروع مش عارف ايه، عملنا 90 مشروع كده، وفي الاخر صرفنا مش عارف ملايين، وفي الاخر ما طلعش منه بجنيه. محمد صلاح طلع لوحده بتوفيق ربنا. لا لا، بتوفيق ربنا. اتكلم على ان ما كانش فيه اجتهد وعرق يعني، مش من اي مشروع يا كابتن هشام. الراجل ساكت. الراجل انت مش عايز يزعل انه اتشتم، بتشتمه عليه. دي حاجه، دي حمله ممنهجه عشان خاطر نهد من مين بقى؟ الله اعلم. انتوا قادر، انتوا كاعلام، وانا واثق ان انتوا عارفين كل حاجه. منهج محمد صلاح يعمل ايه؟ طب ما نلبس محمد صلاح ال 11 فانيلا، ما لبس محمد صلاح يخليه هو المدرب. هو المدرب، هو اللي اختار يا عمر، هو اللي نظم. هو اللي حط سيستم البطوله. قبل البطوله هنعمل ايه، استعداداتنا ايه، وماتشاتنا الوديه ايه. هو خلص الشامبيونز ليج، وكان لازم ياخد راحه مع البي. هو متفق مع هو النهارده، لو كان اجري طيب. قال له النهارده اجري، قال له لا معلش مفيش راحه. طيب دلوقتي يا كابتن، والسؤال ده حضرتك لا ما ردتش عليا. انا عايز اسالك سؤال. اجري قال له مفيش راحه. لا لا، انا بتكلم على نقطه محمد صلاح. مش هو اللي نظم، المدرب هو اللي نظم. فدلوقتي الجمهور كاتب على السوشيال ميديا ردا على اجابه حضرتك، طيب ما ساديو ماني نفس الكلام في السنغال، رياض محرز في منتخب الجزائر نفس الكلام، مش هم اللي بينظموا، في مدير فني بيوظف بيعمل يعني. هو ده اللي انا برد عليه فيه. هو اجيري متفق مع لا هو اجيري بعد البطوله. هو مديره قال له عندك استجمام 10 ايام، بعد ال 10 ايام هجي لي. الكلام ده اتقال. لا لا يا كابتن، انا بتكلم مش أنا اللي بقول. انا عارف يا كابتن، انا بتكلم على من ناحيه ان جمهور مصر كان حابب ان محمد صلاح هو اللي يشيل الفريق، بما انه اكتر نجم واحد موجود. طيب اقول لك الفرق. اتفضل يا كابتن. اقول لك الفرق. اتفضل يا كابتن. بص للعناصر تمام اللي قاعده، مش اللي بتلعب في السنغال على الدكه، وبص على عناصر الجزائر، التيم الثاني اللي لعب ثالث ماتش وكسبه 3-0. العناصر مش هقول لك بس مين اللي بيساند صلاح في الخط الامامي.
مين اللي بيساند صلاح؟ صلاح عمل كورتين لتريزيجيه في اخر ماتش، اي كره منهم الماتش خلص واحد خلاص خلاص. ما كناش اقول الكلام ده كله. لا كنا هنقوله في دور الثمانية بالظبط. كنا بس كنا هنأخره. ولكن انا بقول النهارده في هدف. بص النهارده للجزائر معاها مين؟ بص اقول لك على حاجه مش هقولها احنا. بص النيجيريا اسامي كانت كتير ما نعرفهمش، بس بص محترفين فين وبيلعبوا فين. الدكه اللي قاعده بره، احنا النهارده مش لاقيين ناس تلعب في الملعب، مش لاقيين دكه، احنا مش لاقيين ناس تساعد صلاح. انت النهارده بتلعب النني بره، عبد الله سعيد بره، ما عندكش رقم تسعة، بتلعب من غير رقم تسعة وما قدرتش تجيب رقم تسعة، وانت عارف ان عندك مشكله في الحته دي. ما عندكش سردباك تاني، ما عندكش باك رايت يشيلك، ما عندكش باك ليفت يشيلك. انا بتكلم في مراحل كتير، ما عندكش عمود فريق التيم. وبعد كده بيقول صلاح، طب ما نلبسه 11. الكره مش كده يا عمر، الكره لو واحد طب ما خلاص نصرف ليه على 24 لعيب؟ ولا انت مش معايا؟ لكن النهارده الفرق شاسع بين الجزائر والسنغال. طب اقول لك على حاجه، بص ارقام محرز وبص ارقام سادو ميني، صلاح افضل منه يا جماعه مش كده؟ بس هي العمليه كلها ان ده وصل وده ما وصلش. سادو ميني بعيد جدا، ماتشين من الاربعه جمال بن ماض مغير محرز، مغيره. ما تحملوش الناس فوق طاقتها، خليكم كده سبورت للراجل عشان خاطر الراجل حتى يحس بغربته ان في حاجه. الراجل ده واخد تشامبيونز ليج، اتنين هداف دوري البريمير ليج اللي هو من اصعب دوريات العالم. جه النهارده كان بيموت عشان خاطر بنلعب، صعدنا كاس عالم مرتين، صعدنا كاس عالم، كان بيموت عشان خاطر اخر دقيقه لما دخل فينا التعادل. طيب الراجل الغلبان في الشارع كان متوسم خير في مستوى محمد صلاح انه يكون افضل من كده. بس احنا عارفين ان احنا ولا اجتهدنا ولا عرقنا ولا خدنا بالاسباب ولا عملنا حاجه. يعني يا كابتن المستوى الفني ممكن يتاثر بسبب العوامل اللي حضرتك قلت عليها دي. طبعا طبعا. هو مين اللي هيوصل محمد صلاح يا عمر؟ ممكن هو انا اسف، انا بتكلم اعلامي ولا بتكلم لعيب كوره؟ عمر انت لعيب كوره، عمر انت لعيب كوره صح جدا. مين النهارده اللي كان مين هيوصل؟ هو محمد صلاح لو احسن ليه بلاش ميسي في برشلونه، ميسي هو ميسي في الارجنتين. تبص انا بص كوبا امريكا بتفرج كده، والله العظيم ثلاثه انا جبت عليها. كورتين والله العظيم عليها. بينزل تحت من السردباك عشان يستلم، عشان مش لاقي حد يوصله، وعاملين دايره. اول مره اشوف تكتيك معمول دايره حوالين الملعب، الفرقه واقفه كده بجد والله العظيم، عاملين دايره الاربعه ديفنس والثاني على الطرف. مفيش حد بيصعب عليا والله يا كابتن، مفيش. لكن بص بقى النهارده المسانده في الناس بتقول اصل هي لا لا لا، بعكس كريستيانو في فرقته بيتساعد، في المنتخب بيتساعد، الدنيا كلها لا، الدنيا مختلفه يا جماعه. لازم يبقى عندنا هدوء، ولازم نكرم 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 لما يكون حاجه انا بعتبرها من نجاحات الريال. انا لو حطيت صلاح حط صلاح في حاجه، بس انا ما بحبش بس احط النادي. بس احنا عندنا قامات كبيره، اذا كان زويل، دكتور مجدي يعقوب، طه حسين، عندنا ناس كتير، امير الشعراء، عندنا ناس كتير عظماء. فصلاح وصل لمرحله كبيره. وبصوا النهارده الناس بيتعاملوا ازاي. احنا النهارده اللي عمالين نطعن فيه خطر خطر، احنا اللي بنهده. دي حقيقه، دي الحاجه الوحيده خلي بالك اللي بقينا النهارده تفرحنا. طيب راي حضرتك في تريزيجيه ومستواه في البطوله، وكمان عايز اعرف تعليق حضرتك على خروج محمود حسن تريزيجيه من الدوري التركي اللي المفروض ان هو بات قريبا من الانتقال الى سامبدوريا الايطالي. ده الاقوى ماديا بالنسبه لنادي قاسم باشا، في اعتقد استون فيلا وكمان نادي في الدوري الانجليزي، لكن في اثنين من انجلترا وواحد من ايطاليا، لكن الايطالي هو العرض الاقوى. اتمنى الاول بس راح لك في مستوى تريزيجيه، هل حضرتك شايف ان خليه تاني يعني خليه السؤال التاني. طيب. السؤال انا نفسي اتمنى اروح فيورنتينا، لا سامبدوريا. سامبدوريا ما فيش مشكله، الفرق مش كبير، بس في اختلاف بين الدوري التركي والدوري الايطالي شتان الفارق بالظبط. متهيألي العقليه بتاعته هتتطور اكتر من كده، لان انا شايف في مشكله، يعني برضو في مشكله عند تريزيجيه مش لعيب. معلش ممكن ناس تنتقد تقول لي يعني بعد السن ده بالاحتراف. تريزيجيه محتاج يتعلم يقف. تريزيجيه ما يعرفش يقف. ما يعرفش امتى يخش جوه يبص لجوه، ما يعرفش امتى يخش جوه ويعمل بيانيه للناس زي اللي صلاح عملها له. ممكن عشان كده الناس تريزيجيه مركز على حاجه واحده بس، مش حلو مركز على حاجه واحده بس. حتى لو قدامي اربعه سبورت، اربعه من ديفنس، ان انا اعمل كده واروح داخل، يعني مش هقول يعني مش عايز كلمه عشوائي، ولكن في يعني في تحركاته في بعض العشوائيه. فمتهيألي
ان انا يعني ربنا وفقني واطلع من الدوري التركي للدوري الايطالي متهيألي دي أو مهمه جدا لان هناك محسوبه بالتحرك او الدوري الانجليزي يا كابتن. متهيألي لا هو لسه صعب على الدوري الانجليزي. استون فيلا داخل بقوه يا كابتن في المفاوضات ونادي اخر أتمنى. في انجلترا اتمنى عشان بس نكون انا اتمنى بس هل هو الكلام اللي احنا بنسمعه؟ فاكر زمان لما خلص بطوله افريقيا نلاقي 18 واحد من لعيبه مصر مرشحين في ريال مدريد وليفربول وبرشلونه وفي الاخر بخ بنلعب هنا في الدوري المصري وبنلعب في الدوري مش عارف الدوري انهي دوري بنلعب فيه صح؟ المدرب المصري والمدرب الاجنبي الاصلح لقياده المنتخب الوطني فنيا بما ان حضرتك موجود وراجل مدير فني خطه تجربه محليه او تجارب محليه وتجارب دوليه فحضرتك عندك مش عايز حد يزعل مني بس انا هقول اللي جوايا وده رايي ماشي. انا محتاج مدرب كبير. طيب المدرب الكبير ده كانت لازم نكون مقتنعين ان هو ياخد فلوس كتير. لازم اصرف. تمام؟ لازم اصرف. بالظبط كده عشان لا ايه؟ لازم اصرف. انا النهارده مش عايز تطور. بالظبط. مش عايز راجلي جاي بجهازه. يعني اقل حاجه 3 مليون يورو في السنه. ده اقل حاجه اقل. سيد الفضل. انا عايز ابني من جديد. صح انا معاك على فكره. عايز اشتغل على بونه جديد واعمل اساس جديد وابني على نظافه وابني بشغل متطور والراجل يتحط معاه مدير فني للاتحاد عشان السيستم ده. انا نسيت صحيح فين منتخبات الناشئين؟ انا لسه بسالك على الخطوه السؤال اللي جاي. هل حضرتك شايف الخطوه اللي جايه ان احنا نهتم بالمنتخب الاولمبي ومنتخب الشباب علشان كاس العالم اللي جاي وتصفيات افريقيا اللي جايه ولا حضرتك شايف فين الحاجات دي؟ الحاجات دي مثالي طلعت المنتخب الاول صح؟ لا منتخب الشباب اللي بيقوده الكابتن شوقي غريب عنده لا ما الكابتن موجود بس في مثالي منتخبين لا منتخب واحد خرج منتخب كابتن حماده صدقي خرج امام السنغال في الدور التمهيدي. منتخبين اللي موجودين دلوقتي هو منتخب الكابتن شوقي غريب منتخب اولمبي ومنتخب الكابتن ربيع سليم منتخب 2001. المنتخب الاولمبي بيستعد لتصفيات او لبطوله افريقيا المؤهله لاولمبياد طوكيو 2020 ودي هتكون في شهر 11 في مصر. شهر 11 في مصر البطوله دي. بطوله افريقيا تحت 3 ما تشيلش بالحاجات اللي ما انا بقولها لحضرتك بس تمام. طيب منتخب الشباب 2001 اللي بيقوده كابتن ربيع ياسين عنده تصفيات في شهر 5/2020 والمؤهله لبطوله افريقيا 2021. بص يا عمر اتمنى التوفيق ولكن انا محتاج خبير حلو محترم راجل بروفيسور كبير يعرف ان هو يعني يعرف يدير ويجي يدير مع مدير فني اتحاد الكوره عشان السيستم بتاعه يمشي على كل الفرق اللي تحت ونشتغل صح ويجي كمان مع جهازه ما تجبروش بقى على فلان على هشام وابراهيم واسماعيل عشان خاطري بص اقول لك صراحه كده عشان يبقى خاطر العين بتاعتي يجي خبرك يبلغني بكل حاجه تعرف الموضوع يجي الراجل بجهازه ويشتغل يفلتر لنا الدنيا دي كلها يشتغل شغله صح بس قبل الكلام ده كله نعمل له دوري مظبوط نعمل هو ربطة. اللي يحط بقى هو لا اللي هو لا اللي لا مستشاري لا هو النهارده في حاجه انت بترتب له من اتحاد من رابطه اداره للدوري من رابطه بالظبط كده تكون عامل نظام محترم يجي يشتغل عليه وهو بقى يجي لو في شويه تعديلات عشان يجي مش هيجي يعمل له كل حاجه هو برده جاي عشان خاطر ينقي المنتخب بتاعه تعمل له دوري محترم منتظم بجمهور وتقدر بقى تشتغل الحاجات اللي احنا بنخش فيها بقى بطوله عربيه بطوله مش عارف ايه كفايه هي بطوله افريقيا ونكتفي بالكلام ده كله بلاش ارهاق للناس عشان خاطر نقدر نظام ونحط نظام من اول يوم يا عمر لاخر يوم كل الفرق موافقه عليه ويمضوا عليه عشان خاطر النظام ده يمشي على الناس كلها عشان بعد كده اللي يعترض يبقى في حد لاي حد يتكلم الكلام انا عارفه صعب وكلام في ناس كتير زعل عشان خاطر واحد بيتكلم بصراحه بس انا قلت اللي في قلبي عشان خاطر الناس هات الراجل ده انت عايز مصاريف مفيش حاجه اسمها غالي او مش غالي مع ان دي انا يعني اسمع ان في مرتبات لمدربين محترمين مش يعني نزلوا ومنهم حد في اتحاد الكوره اتكلم معاهم ووصل من 3 مليون يورو لمليون و100 الف يورو الكلام ده عمر انا سمعته بتصريح قبل اللي ما حصل هكون صريح كان حازق منهم كان هاني ابو ريده قال له روح هات لي اتفق انت دماغك كويسه بس حازم راح واتفاجئ ان في مدير فني تعين طيب انا بضحك ما انا بقول لك من ضمن ده يعني اذا في مدربين كبار انا مش فاكر بس انا فاكر في اسمين كبار كويسين كانوا يقدروا يجوا يشتغلوا بشكل محترم جدا وفي الاخر لقينا اجيري موجود هنا بنفس المبلغ اللي كان هم ياخدوه بالمستوى المتواضع اللي احنا شفناه راجل جاي يقول حاضر نعم اصحى الصبح حاضر نام بالليل حاضر خد هشام حاضر خد ابراهيم حاضر ومفيش استعداد حاضر
متهيألي احنا كلنا لعبنا على اسم مصر وفي الاخر احنا كلنا اتصدمنا. طيب كابتن هشام عشان الوقت بيجري بسرعه جدا جدا ومتبقي معايا 5 دقائق، عايز اروح بقى لكابتن هشام زكريا. كابتن هشام زكريا الخطوه المقبله فين ان شاء الله، ولا لسه الامور مش واضحه علشان الدوري لسه ما خلصش وحضرتك عارف؟ لا هو عشان انا في البيت يعني انا في البيت. لكن مفيش مفاوضات يا كابتن هشام؟ لا لا اتكلم مع حضرتك. المفاوضات حصلت بقى يعني بسيطه وكانت من بعيد كده وبعد كده. طب درجه هل حضرتك ممكن لو جالك حاجه في دوري درجه ثانيه محترمه ممكن الكابتن هشام يوافق؟ ما حصلش. طب ممكن يوافق؟ اتعرض وما وافقش. يعني تعالوا فاكر لان السيستم يعني فاهم وحشين قوي يعني. بص عمر يكاد يكون ما معهمش حتى مش سيستم. طب لو فريق عنده بعض الامل ان هو لا مش بعض الامل يكون عنده معطيات وسيستم محترم. طب لو امل يعني بسيط وكابتن هشام ممكن يشتغل عليهم ومعاهم ويبدا ان هم ياخدوا من ايد بعض ويطوروا ويصعدوا ويصرفوا. لا وارد ويؤهلوا. وارد ده حصل مع فرق كتير. تمام. احنا معلش احنا في يعني في وادي دجله ما كناش احسن ناس صح، بس كان عندنا الامل ان احنا نطور وكان ربنا سبحانه وتعالى موقف لي ماجد سامي. فكان انت كنت موجود يعني في الوقت ده كنت في الليل فكنت شايف اللي لا كان مسخر لي حاجات كتير اقدر. لكن ما كانش عندنا الواو. الجونه نفس الكلام ما كانش عندنا الواو ولكن كان في الاداره والسيستم اللي تقدر تشتغل من خلاله فانت كنت مرتاح. ولكن هي القصه بقى برضو انا يعني برضو ايه انت عرضت شغلك يا عمر في الدوري الممتاز اذا كان وادي دجله واذا كان انت لعبت كونفدراليه في بطوله افريقيا وصعدت لحد دور 16 عايز اكتر من كده. وغير كده كان ليك حضرتك تجربه خارجيه في نيوز تيرن اوت وكان مبسوط يا كابتن بالتجربه دي وشايف ان هي يعني اضافت لكابتن هشام كتير. لا هي مش اضافتني، هي من الحاجات اللي عملتني ربنا يسخرها ليا. شايف يعني طبعا بشكر فيها ماجد سامي طبعا ان كان جريء في الخطوه دي جدا جدا وكان بيثق فيك جدا. الحمد لله انت كنت موجود القصه دي. انا دايما بحب اللي يكون في ثقه متبادله لان انا برضو مجنون في حاجات كتير. فعارف اتخاذ القرار في جنان في ريسك. فمهم قوي ان اللي يشتغل في ظهرك يكون عارف الريسك ده ويكون مقتنع بيه. فده حصل النهارده. قعدت مع ماجد سامي وكنا في الممتاز بيه قال لي محتاجين سنتين. قلت له ان شاء الله سنه. بص لي كده يعني قال لي لا خليها سنتين وسع نفسك. قلت له ان شاء الله سنه في الممتاز بيه. وكنا صاعدين من الرابعه للثالثه للثالثه للثانيه. فهو النهارده اللي يأمن بيك. هو كان مأمن بيك. لكن ساعات برضو انت برضو تزعل. النهارده تعبت واديت في الدوري الممتاز مع وادي دجله والحمد لله ما رجعت ساعتها من هناك. ساعتها انقذنا الليرز من الهبوط وصعدنا بترن اوت لو تفتكر. صح. ورجعنا هنا ربنا وفقنا. كان وادي دجله بصراحه هبوط انقذناه من الهبوط بفضل الله عز وجل وصعدنا لحد دور 16 افريقيا. كنت متوقع الرد من الناس اللي بتآمن. اتأخرت قوي 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 لحد مجالي الجونه برضه ناس وبرضه نفس التطرق. التبرك كسرت الدنيا بفضل الله وتوفيقه. كسرت الدنيا في الجونه. كنت متوقع الرياكشن بتاع الناس اللي هتقام. لكن العمليه معموله في حزمه كده اكتشفتها عارف تجيب لك الاكتئاب. يعني اصعب من اللي احنا كنا بنتكلم فيه. اصعب من اللي احنا كنا بنتكلم فيه بجد والله. وخلي بالك مشارك فيها رؤساء الانديه. لا عارف مشكله لا هم عايزين نفضل كده مش عايزين حد يكون نظيف بس. كابتن هشام شرفتني ونورتني استمتعت جدا بالحديث ويعني رؤيه حضرتك الفنيه محترمه جدا وكلام حضرتك عن تطوير الكره المصريه حاجه تحترم جدا. اتمنى لك التوفيق. حضرتك من المدربين المجتهده المحترمه اللي عملت اسمها بنفسها واعتقد ان حضرتك تستحق افضل من كده بكتير ان شاء الله خلال الايام اللي جايه في بطوله نسعى انها تكون الافضل ان شاء الله يا كابتن. سعيد ان كنت مع اخويا الصغير وحبيبي وعشت ان ما شفتكش عمر ابن الكابتن العظيم الربيع كابتن العظيم الخلوق كابتن ربيع سين. حلقه كانت جميله. يمكن انا دايما بيقولوا ما بحبش تطلع عشان خاطر انا صريح شويه ارجو ما حدش يزعل مني بس انا بحاول اتكلم عشان خاطر نحاول نتطور نحاول يكون في عندنا اداء نشتغل بيها. اتمنى يا رب اتمنى يا رب الفتره اللي جايه يكون فيها خير للناس كلها والتوفيق للناس كلها. كلمه واحده السنغال ولا الجزائر؟ صعب جدا والماتش هينتهي ما ممكن ما تقدرش تتوقع توقع واحد تقول لي الفريق ده او الفريق ده لان الفرقتين مش هيفتحوا الجيم. مش السنغال مش الجزائر ما تقدرش تتوقع مش هيلعبوا ماتش جميل. ماشي. ماتش مش هيبقى حلو. ماتش هيبقى هو 1-0 ضربات يعني 1-0 ضربات جزاء. ما حدش الاثنين قلقانين قوي من بعض. وان كنت شايف الجزائر ممكن شويه تفتح تضغط شويه على السنغال لكن الماتش هيبقى رخم. طيب ده كان توقع كابتن هشام زكريا ما قالش في اي فريق منهم لكن توقع سيناريو المباراه ممكن يكون عامل ازاي. وصلنا مع حضراتكم لنهايه حلقه اليوم من الاهلي الليله مع واحد من نجوم التدريب في مصر الكابتن هشام زكريا. هسيبكم مع
توقع الجمهور لمباراة السنغال والجزائر في نهائي أفريقيا 2019، ودايما نشوفكم على ألف خير في قناة الأهلي. تصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الماتش هيكون قوي جدا، لأنه فريق الجزائر فريق قوي بيلعب بروح قتالية عالية جدا. بالنسبة للسنغال برضو عندهم لعيبة محترفين وعندهم دكة قوية جدا، ولكن نتمنى للفريق الأقوى والفريق العربي إنه هو يفوز بإذن الله. والله إحنا شايفين الجزائر من أول بطولة ماشية كويس وحقيقة نتائج كويسة، فنتمنى إن الجزائر فريق عربي هو اللي يكسب واللقب بيحسمه فريق عربي. أنا إحساسي إن الجزائر هي اللي هتكسب، يعني حاسس ان هم بيلعبوا احسن من اول البطوله وروحهم حلوه. بس ان شاء الله نتمنى كده ان الجزائر تفوز، وطبعا فريق عربي، واحنا بنرحب بشعب الجزائر كله يجي الماتش دوت، ونتمنى ان شاء الله الجزائر، لان هي ماشيه من اول بطوله حلو، ودي حاجه تسعدنا وتفرحنا يعني ان شاء الله. هو الماتش صعب بصراحه، بس فريق الجزائر عامل ماتش، عامل بطوله جميله جدا، وفريق يعني متكامل، بدلاء وفريق اساسي. بس انا شايف ان السنغال بما ان هي الروح المعنويه اول مره تكسب البطوله، ويعني في حوافز كتير قوي بالنسبه للسنغال.